يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة، حلقة النهاردة الأربع ختام الأسبوع وآخر حلقاتنا قبل عيد الميلاد المجيد. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير، ويا رب يكون العيد جايب معاه كل الفرح وكل يعني الأمنيات الجميلة. على الرغم طبعا من الأخبار اللي احنا بنشوفها كل يوم فيها صعوبات، وهنتابع يمكن جزء منها مع حضراتكم النهاردة، لكن خلينا نكون حريصين ان احنا نمسك في الحاجة اللي ممكن نتبسط فيها ونسعد يعني فيها مع أسرتنا ولو بأقل الإمكانيات. حلقتنا النهاردة أكيد هيكون في نصيب كبير لمتابعة القرارات أو الإجراءات الأخيرة اللي شايفينها من البنوك زي إصدار الشهادات 25%. الكل النهاردة تقريبا سمع عن الشهادات دي وبدأ يتساءل إيه الأسباب اللي ممكن تكون بتدفع لإصدار شهادات بهذه القيمة في التوقيت الحالي. يمكن أكتر من بنك النهاردة أعلن عن إصدار الشهادات دي، لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع ونحلل ونفهم ليه وده هيودينا لفين وكل هذا الكلام، نسأل حضراتكم على رأيكم، وهل هتقبل على شراء الشهادة الجديدة اللي هي هيكون أرباحها 25% اللي أصدرتها النهاردة بعض البنوك، ولا بالنسبة لك مش هتفرق كتير والأحسن أخلي القرش معايا محدش يضمن بكرة فيه إيه بدل ما أربط الفلوس في شهادة، خاصة إن إحنا مع الوقت الحالي شايفين يعني الأوضاع الاقتصادية متغيرة بشكل كبير وبشكل سريع. يعني رأي حضراتكم يهمنا، وهل هتقبل على شراء شهادة 25% ولا رأيك إيه؟ اكتبوا لنا في التعليقات على الصورة الخاصة بالبرنامج، هتلاقوها دلوقتي موجودة على صفحة القناة على فيسبوك سي تي في ايجيبت. بالإضافة كمان بفكر حضراتكم تقدروا تتابعوا كل المنصات، وسي تي في موجودة عليهم انستجرام تليجرام يوتيوب، وأيضا الموقع الخاص بالقناة www.ctvchannel.tv، وفي كمان التطبيق تطبيق سي تي في ايجيبت تنزله سواء أنت أندرويد أو آي أو إس. نبدأ معاكم بتفاصيل إعلان بنكين في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وطرحهم لشهادة 25% هتكون لمدة سنة، والعائد الخاص بيها هيكون بيتصرف في نهاية المدة. في شهادة تانية كمان أعلن عنها البنوك النهاردة بفايدة 22.5% وبتصرف شهريا. يعني عندنا هنا شهادتين، ويمكن دول مش الشهادات الأولى، من يومين بالظبط اتكلمنا مع حضراتكم عن شهادات طرحتها برضو بعض البنوك، وصل عددهم تقريبا لسبع بنوك، لكن النهاردة الشهادة اللي احنا شايفينها هي صاحبة القيمة الأعلى في الفترة يعني الأخيرة حاليا. يمكن كان قبل كده السنة اللي فاتت في 18%، لا المرة دي القيمة أعلى 25%. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكد أن خلاص بداية من النهاردة الشهادات متوفرة في البنوك لأي حد عايز يبدأ أن هو ياخد هذه الخطوة، أو كمان لو يعني تقدر تعملها إلكترونيا وعندك يعني الأكاونت أو الحساب الخاص بيك وبتتعامل إلكترونيا تقدر أن أنت كمان تاخد الخطوات الخاصة بالشهادات الجديدة. خبر تاني مرتبط بالأوضاع الاقتصادية النهاردة، وبالتزامن مع طرح الشهادات الجديدة شفنا وضع الجنيه بيختلف، والجنيه دلوقتي بيسجل يعني هبوط كبير جدا أمام الدولار، ويمكن ده الأعلى في تاريخه. النهاردة الجنيه يعني خلينا نقول لحد قبل ما نطلع تقريبا قبل الحلقة، احنا دلوقتي مش عارفين هو واصل كام تحديدا، لكن أمام الدولار للبيع 26.48 قرش في البنوك. احنا مش بنتكلم على سوق سودة، الأرقام اللي احنا بنقولها لحضراتكم دي قيمة الجنيه أمام الدولار داخل البنوك المصرية. بيع 26.48 قرش، شراء 25.90، ودي الأرقام الأعلى في تاريخ يعني قيمة الجنيه أمام الدولار. نفهم بقى المشهد كده مع حضراتكم، والخبرين اللي احنا قلناهم دول بيقولوا احنا رايحين لأي اتجاه، وليه البنوك اتجهت لطرح الشهادات دي والجنيه متجه لفين. معانا على التليفون أستاذة رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، أهلا بيك يا أستاذة رانيا. أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. في الأول خلينا نتكلم على الشهادات، يعني إيه اللي يدفع البنوك إن هي تطرح شهادات ب 25% وهي الأعلى اللي إحنا كلنا يعني الأول مرة بنسمع عن الأرقام دي، إيه اللي يدفع البنك في التوقيت الحالي لهذا القرار؟ الحقيقة مع نهاية عام 2022 البنك المركزي أعلن عن معدلات التضخم اللي وصلت لمستويات قياسية هي الأخرى، يفصل إن معدل التضخم العام حوالي 18.7% ومعدل التضخم السنوي ومعدل التضخم الأساسي بيصل إلى 21.5%، وده يعتبر أعلى من أعلى عائد كان موجود للشهادات الموجودة في 2022. وبالتالي أي مواطن حاطط أمواله في هذه الشهادات بيحقق عائد سلبي على رأس ماله، وده معناه تآكل رأس المال. فبالتالي مع الاتجاه إلى استيعاب معدلات التضخم اتجهت البنوك المركزية لرفع الفايدة على مستوى العالم، واتجه المركزي المصري إلى رفع الفايدة، وبالتالي إصدار شهادات بعائد مرتفع عشان يقدر يعوض المواطن عن قيمة الانخفاض في العملة. فبالتالي دي الأسباب اللي دفعت البنك إن هو يصدر الشهادات الجديدة اللي إحنا شايفينها. طيب هل هيكون في اقبال من وجهه نظر حضرتك من المواطن على شراء الشهادات الجديده؟ يعني احنا دلوقتي شايفين المواطن يمكن على مدار 2022 كان مقبل بعض الشيء لما اطرحت شهادات مختلفه، وطبعا كان في اقبال اكبر على ال 18%، لكن دلوقتي لما هو شايف كل يوم قيمه العمله بتختلف، كل يوم الاسعار بتزيد والاعباء بتزيد عليه، هيقبل على الشهادات الجديده؟ مما لا شك فيه ان في مجموعه من المواطنين ما عندهمش الوعي والخبره والثقافه الكافيه من الاستثمار، او ان هم يخاطروا بالاستثمار في اسهم اخرى، لان اي نوع من انواع الاستثمار ليه مخاطره كبيره زي ما ليه عائد ليه مخاطره. الوقت الحالي للاسف في ظل هذه الازمه الصاحنه الجميع بيبحث ازاي يتحوط او ازاي يحافظ على قيمه امواله، فاكيد في جزء من المواطنين هيلجا الى الاستثمار في هذه الشهادات. في بعض المواطنين عندهم شهادات بعائد منخفض، في 2020 كان في العائد منخفض كان تقريبا 11%، فاعتقد ان في جزء من المواطنين هيلجاوا الى كسر هذه الشهادات وربطها بشهادات بعائد اعلى عشان يقدروا يستفيدوا من الفرق الكبير ده، وفي نفس الوقت يتحوطوا من ارتفاع معدلات التضخم. طب هل المطلوب ان يعني الاموال بالفعل اللي داخل البنوك تتكسر وتروح لشهادات جديده، ولا المطلوب ان الاموال اللي بره هي اللي يتم ادخارها في البنوك؟ يعني الهدف من الطرح اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده ان يتم وضعها في شهادات جديده، ولا تدخل الاموال اللي بره؟ هو في جزء هيجي من الشهادات المنخفضه زي ما ذكرنا، في جزء هيجي من المواطن اللي ما عندهوش الخبره بالاستثمار او اي اللي هو يحط امواله في اي اصل من الاصول، خاصه ان اغلب الاصول دلوقتي زي الاصول العقاريه ارتفعت قيمتها بما يوازي معدلات التضخم. الاستثمار في الذهب اصبح تكلفه الاستثمار فيه كبيره جدا نتيجه ارتفاع اسعار الذهب لانها بقت مقومه بالتوقعات بانخفاض قيمه الجنيه. يمكن من اقل انواع المخاطره حاليا من الاستثمار فيها هي الاستثمار في البورصه والاسهم المصريه، واعتقد ده انعكس النهارده على صعود البورصه بصوره كبيره جدا. صحيح. بحجم راس المال السوقي اللي تجاوز حاجز التريليون لاول مره منذ سنوات طويله، فاعتقد ان ده بيؤكد فكره ان احد البدائل امام المواطن المصري هو البورصه المصريه. طيب لما نتكلم على الأموال الساخنة اللي يمكن خرجت بشكل كبير في 2022، هل بعد رفع النهاردة القيمة على الشهادات بهذا الشكل اللي احنا شايفينه ممكن تعود مرة تاني الأموال الساخنة إلى مصر؟ ممكن نشوف عودة نسبية للأموال الساخنة، ولكن في معطيات كثيرة قوي لفكرة الأموال الساخنة. الأموال الساخنة دي هي أموال بتستثمر في الأجور والسندات، بتستثمر في الشهادات والودائع ذات العائد المرتفع، ولكن برضه بيبقى المستثمرين اللي بيستثمروا في هذه الاصول دايما بيبقى عندهم فكره المخاطره. وفي الحقيقه في ظل المخاوف العالميه من ارتفاع معدلات التضخم عالميا، احنا شايفين هجره لاموال المستثمرين او الاموال الساخنه من الاسواق الناشئه، ويمكن طبعا لاخر البيانات اللي صادره ان دي تعتبر
أكبر بذرة لأموال أو رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة على مدار سنوات طويلة جد الأزمة العالمية في 2008. طيب نروح بقى للجنيه أمام الدولار، ويمكن من شوية قلنا أسعار، لا دلوقتي الأسعار كمان من البنك المركزي اختلفت. السعر الجنيه أمام الدولار 27.47، بيع شراء 26.38، ودي الأرقام الأعلى في تاريخ 47 و 26.38، ودي الأرقام الأعلى في تاريخ العملات، يعني أو بالمقارنة ما بين سعر الجنيه والدولار. إيه اللي حصل علشان نشوف النهاردة الجنيه بينخفض بهذا الشكل؟ هو في الحقيقة البنك المركزي أعلن منذ في أي قرار إحنا بنشوفه من البنك المركزي أو أي بيان، دايما بيتبنى جملة أو بيتبنى فكرة ان احنا بنتبع سياسات ماليه مرنه، والامر ده هام جدا، لان فكره تثبيت سعر العمله ده بيكلف البنك المركزي والدوله عبء الحفاظ على سعر العمله، في نفس الوقت الامر ده اقتصاديا مش سليم، لان في الحقيقه احنا عندنا طلب وعرض، عندنا ازمه عالميه بتعاني منها اقتصاديات كبرى، فمحدش النهارده يقدر ان هو يتحمل تكلفه تثبيت سعر العمله. طبيعي ان احنا كنا متوقعين النهارده انخفاض مقيمه العمله، احنا عندنا على مدار الشهور الماضيه سعرين لسعر الصرف، وده امر يعتبر احد الامور الصارده للاستثمار واللي بتخوف المستثمرين ان هم يدخلوا اي دوله ان يبقى فيه سعرين لسعر الصرف، النهارده البنك المركزي بيتبع سياسات صرف مالنا، يعني سايب تحركات قيمه الجنيه امام الدولار لعامل الطلب والعرض، وفي نفس الوقت النهارده في اخبار وانباء ابتدى يصدرها البنك المركزي ان في تعاقدات جديده ابتدت تتم مع المستوردين، وده معناه ان البنك المركزي المصري قادر على سلبيه بعض هذه الطلبات، وده امر ايجابي، واعتقد ان خلال فتره وجيزه يعني خلال اسبوع او ايام هيبقى الفجوه ما بين السعر الرسمي والغير الرسمي هتقل جدا، وممكن نبتدي نشوف سعر صرف موحد بالجنيه امام الدولار. لكن في تخوف كبير عند المواطن يا استاذه رانيا بعد الاخبار اللي احنا النهارده شايفينها، سواء بطرح شهادات ال 25% او بتغير قيمه العمله، الكل بقى متشائم، الكل بقى متخوف وخلاص مستشعر ان في خطر حاليا مقبلين عليه، بخصوص يعني الاوضاع الاقتصاديه. تردي بايه على المواطن اللي عنده تخوفات؟ ارد عليه بصوره هادئه جدا، ان العالم كله النهارده بيعاني من ضغوط كبيره جدا، الازمه هي ازمه جزء كبير منها مستورد من الخارج، احنا التضخم مش راجع لفكره ان احنا عندنا مشكله داخليه على قد ما احنا ارتفاع تكلفه المواد الخام، تعطل سلاسل الامداد، عندنا مشاكل كبيره للاسف اثرت على معدلات الاسعار عندنا في مصر، ولكن بصورة عامة الحكومة المصرية والدولة المصرية بتلتزم بدعم المواطن بعدة طرق، يمكن على مدار السنة اللي فاتت لما شفنا أكثر من تخفيض لقيمة العملة، كنا دايما بنشوف قبل هذه القرارات أو بعدها اتجاه وتوجيهات من سيادة الرئيس دايما بدعم الفئات الأكثر تضررا، بنشوف الدولة بتلتزم بتوفير الدعم للمواطنين، رفع الحد الأدنى، توفير السلع الأساسية. احنا النهارده بنسمع ان في دول متقدمه في اوروبا لا تستطيع توفير السلع الاساسيه لمواطنيها ولا الخدمه العلاجيه لمواطنيها، فبالتالي خلينا دايما ناخد الامور بصوره اهدأ من كده، خلينا النهارده نبص ان في دايما بدايل، يعني النهارده لما حصل تخفيض لقيمه العمله وصدفه حصل اصدار لشهادات بعائد مرتفع علشان تعوض المواطن، انا عارفه ان الضغط كبير على الجميع، ولكن للاسف احنا مضطرين نعبر بهذه الفتره، احنا بنتبع زي ما بنقول المعايير العالميه الوضعيه السياسات النقديه او الماليه او متخذ القرار في مصر مش بيتحرك بصوره منفرده، احنا هنشوف عندنا البنوك المركزيه للدول الناشئه او الدول العالميه كلها بتتحرك بنفس الطريقه في اتجاه لرفع الفايده. لكن اللي يهم المواطن برضه هو الاسعار، بعد الارقام اللي احنا شايفينها النهارده دي بكل تاكيد ده هينعكس على الاسعار واوضاع السوق في مصر، اللي احنا يعني بنتكلم لسه امبارح وزير التموين بيقول ان احنا بنستورد 60% من اكلنا من الخارج، فبالتالي كل ده هينعكس على الاسعار. ف خلينا نتكلم بشكل عملي يا استاذه رانيا ونسال، امتى ممكن نشوف الاوضاع دي بتتحسن؟ ايه السياسات اللي ممكن تحسن من الاوضاع يعني الخاصه بحياه المواطن؟
الاسعار مما لا شك فيه ان احنا هنشوف تحركات في الاسعار وهنشوف ارتفاع معدلات التضخم خاصه بعد هذه الحرارات. ولكن خليني اقول لحضرتك ان عالميا من المتوقع ان نشوف هدوء في حركه الاسعار وخاصه السلع الاساسيه والمواد الزراعيه والحبوب، وده هينعكس على الاسعار العالميه وبالتالي هينعكس محليا تقريبا من الربع الثاني من العام ده. واغلب التقديرات الاقتصاديين بتميل ان معدلات التضخم دي كلها هتهدأ، لان في الحقيقه ما اصبحش في سياسات جديده نقدر نعملها علشان نتحكم داخليا احنا بنعمل ايه. احنا يمكن ابتدينا نشوف اهتمام من جانب الدوله بزياده الرقعه الزراعيه عشان نقدر نعتمد الى حد اكبر على محليا على تلبيه احتياجاتنا والاكتفاء الذاتي من القمح، وفي خطه موضوعه من جانب الدوله. ابتدينا نشوف تحركات في عده قطاعات، عندنا المشاريع اللي بيتم افتتاحها بصوره يوميه دي بتوفر فرص عمل في كثير من الدول على مستوى العالم. حاليا بتعاني من ارتفاع معدلات البطاله وده امر ليه اثار اجتماعيه اخطر بكثير. فخلينا نتكلم بصوره عامه دلوقتي ان احنا حاليا احنا مرتبطين بالعالم، وزي ما قلنا الربع الثاني من هذا العام قد يحمل الكثير من الهدوء بالنسبه لمستويات التضخم الربع الثاني. طيب سعر الصرف متوقع يزيد اكتر من الارقام اللي احنا شايفينها النهارده دي خلال الساعات اللي جايه؟ من المتوقع ان احنا نشوف لسه تحركات ثانيه في اتجاه استمرار انخفاض الجنيه امام الدولار لمستويات تقريبا خلينا نقول ال 27 27 ونص، وده امر متوقع بصوره كبيره جدا. طبيعي لسه في معدل في حاله ارتباك ما بين قوى العرض وقوى الطلب. احنا منتظرين الجولات اللي بتصدر من الجهات الرسميه زي البنك المركزي، زي ما ذكرت لحضرتك اغلبها بيانات مطمئنه ان لما نقول ان البنك المركزي ابتدى يفتح مستندات تحصيل ورجعنا لمستندات التحصيل، الامر ده ليه تاثير ايجابي بصوره كبيره جدا على تسريع سلبيه طلبات المستوردين. اعتقد ان الامر ده هيؤدي الى هدوء نسبي في جانب نتمنى يعني يكون في تحسن في اقرب وقت وينعكس ذلك على يعني حياه الناس بكل تاكيد. بشكرك شكرا جزيلا استاذه رانيا يعقوب الخبيره الاقتصاديه، ودي كانت واقفه مع أهم أخبار الاقتصاد النهاردة سواء الشهادات أو سعر الصرف اللي احنا شايفينه بيسجل أو بيتخطى حاجز 26 جنيه. خلينا بقى نطمن على أوضاع البورصة، ويمكن البورصة أوضاعها أفضل كتير النهاردة. يعني أولا بتسجل أعلى رأس مال سوقي في تاريخ البورصة المصرية النهاردة، سجلت حوالي 1,013,000,000,000 جنيه. يعني احنا شايفين طبعا رقم ضخم جدا، وده بيعتبر رأس المال السوقي الأعلى في تاريخ البورصة المصرية. والرقم اللي كان بيسبق يعني رقم النهاردة كان في سنة 2018 وكان بيوصل لتريليون و18 مليار جنيه. عمليات المنفذة كمان النهاردة في البورصة تخطت الأعداد، وصلت ل 115 ألف عملية على مدار اليوم النهاردة. خلينا نعرف أوضاع البورصة إيه والأرقام اللي احنا شايفينها دي نتيجة إيه ونفهم أكتر. ومعانا على التليفون أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أهلا بحضرتك يا أستاذة حنان. كل سنة وحضرتك طيبة وأخبار أعتقد سعيدة بالنسبة للبورصة بعيدا عن الأوضاع الأخرى اللي ليها علاقة يعني بالاقتصاد المصري. إيه اللي حصل النهاردة في البورصة وإزاي قدرنا نوصل لرقم 1,013,000,000,000 جنيه؟ طبعا احنا عندنا في البورصه الوضع مختلف عن الاقتصاد، ولكن احنا كنا متاثرين ب يعني خبرين متضادين. اول خبر طبعا خلى مؤشرات البورصه تنزل اكثر من 3% في اول الجلسه، وهو عمل شهادات ادخار لمده عام بفايده يعني 25%. طبعا دي بتاثر بالسلب على حجم السيوله وبتخرج السيوله من البورصه تتوجه الى البنك، لان طبعا في بعض المتعاملين ما بيحبوش المخاطره،
فبيتوجهوا الى الاستثمار في شهادات الادخار. ولكن واحنا وسط الجلسه عرفنا ان في تحريك لسعر الجنيه مقابل الدولار، وطبعا شفنا تحركات ارتفاع لقيمه الدولار و يعني انخفاض بقيمه الجنيه حتى انه يعني سجل تقريبا 26 جنيه للدولار. ده طبعا بيبقى يجذب المتعاملين الاجانب، بيتعاملوا بالدولار وبتزود من قدرتهم الشرائيه، فتبدا الحاله تختلف في جملتها وتفصيلا. بعد ما كنا نازلين 3% ارتفعنا 3%، يعني كنا خسرانين 500 نقطة عوضناهم وكسبنا كمان 500 نقطة. وفي ظل بقى التداولات اللي اتعادت 3 مليار جنيه، طبعا رأس المال السوقي زاد وعمل يعني أكثر من مليار جنيه، وده زي ما حضرتك ذكرتي ده رقم تاريخي. هو كان أول مرة حصل كان في 2018، وبرده كان بعد التعويم. هو كل تحريك لسعر الجنيه مقابل الدولار بيقابل طبعا قوة شرائية للمتعاملين والمؤسسات، فده اللي بيخلي رأس المال السوقي يرتفع وكمان بيرفع من أداء المؤشرات. طبعا في متعاملين شايفين ان البورصه هي الوعاء الاستثماري الافضل للحفاظ على النقود ضد التضخم، وده طبعا فكره ممتازه. وشفنا كمان زاد عدد المتعاملين في خلال الثلاث شهور اخر السنه اللي فاتت، وشفنا كمان زياده في يعني البورصه المصريه حققت افضل اداء في خلال العام الماضي على مستوى الاسواق العربيه، عملت ارتفاع 22%، والثاني بورصه عربيه كانت بورصه الامارات اللي جت بعديها على طول ب 20% لسوق ابو ظبي. طيب يعني احنا عايزين بس نشرح اكتر مصطلح رأس المال السوقي اللي هو شايفين النهارده بيسجل يعني اعلى الارقام، نشرح للناس يعني ايه رأس المال السوقي للبورصه، بيوصل لتريليون و13 مليار جنيه. رأس المال السوقي عباره عن الاسهم المتداوله مضروبه في قيمتها السوقيه، يعني سعرها في السوق. يعني لو عندي مثلا مجموعه من الاسهم 10 اسهم وقيمتها 10 جنيه، فبضرب ال 10 في 10 ب 100 على طول. فهو دوت المعنى المختصر لراس المال السوقي. طيب توقعات ايه للبورصه خلال الفتره اللي جايه يعني في اطار المشهد الاقتصادي اللي احنا شايفينه؟ طبعا مزيد من الارتفاعات، لان مش كل الناس بتبقى قابله موضوع شهادات الادخار اللي بتبقى باسعار فايده مرتفعه، لانه بيحسبها على اساس الاستثمار وعلى اساس الفرص البديله. يعني احب اقول لك على حاجه، احنا في بعض الجلسات ممكن السهم الواحد بيعمل ارتفاع اكثر من 10% في الجلسه الواحده، لما بيكون السهم عليه اخبار ايجابيه او عليه بكل سيوله قويه من قبل المؤسسات او شراء اسهم خزينه او توصيات من المحللين سواء الماليين او الفنيين، بيبتدي السهم يعمل فترات سعريه. فممكن في لو عمل بقى 5% في خلال مثلا الجلسه، والجلسه اللي بعديها 5% في خلال خمس جلسات اللي هي اسبوع التداول يعمل 25% بتعمليهم في اسبوع. في بقى طبعا البنك بيتعمل في سنه، ففي ناس بقى بتحسبها بتلك الحسبه، وطبعا احنا بنركز على الحسبه دي لانها طبعا اكثر ربحيه. وفي كمان الاهم من كده، انت يعني المصاريف الاداريه اللي بتصرفيها عشان خاطر تاخدي العائد بتاعك ما يبقاش بقى مرتبط بعام كامل، فممكن تسيلي في اي وقت وتدفعي مصاريف قليله اللي هي عماره السنطره والمصاريف الاخرى، وبيبقى الكاش في ايدك ممكن تستخدميه في اي استخدام انت يعني ترغبي فيه. غير طبعا لو رحتي عشان تخسري الشهادة الادخار او الوديعه اللي انت عاملاها، طبعا بتخسري فيها كتير جدا عشان يقدر يتوفر لك النقديه اللي انت يعني عايزه تستثمريها او تسيري بيها امور حياتك. لكن في مجمل العمليات اللي حصلت على مدار اليوم النهارده لتخطط ال 100,000 عمليه، الاغلب كان تعاملات اجنبيه ولا مصريه؟ لا لا، اغلب تعاملات مصريه مؤسسات محليه، لان يعني احنا عندنا الفتره اللي فاتت اغلب الاستثمارات كانت استثمارات محليه وضخ السيوله من قبل مؤسسات محليه. التعاملات الاجانب بتبقى دايما لما بتكون المؤشرات بتنخفض وتتلخص في التواجد في الاسهم القياديه، وبتبقى مش بالكميات الكبيره اللي كانت معهوده من سابق. طبعا احنا بقى لنا فتره المتعاملين المحليين سواء افراد او مؤسسات هم المتصدرين المشهد، الى جانب الاستحواذات العربيه وتعاملات المؤسسات الماليه العربيه. وبالتالي احنا بنتكلم ان البورصه النهارده اوضاعها جيده، وعلى الرغم من تاثرها بال
الأخبار الخاصة بالشهادات أو كمان بتحريك سعر الصرف، لكن انتهت الجلسة بأوضاع جيدة جدا. ما كانش برأس مالية دور الجنيه، ولكن برضو أنا عايزة أقول لك إن إحنا مواطنين طبعا بنتأثر بالأحداث عامة، طبعا فرحانين للمؤشرات على الارتفاع، ولكن طبعا زعلانين كمان إن الحالة مش زي ما إحنا بنتمناها لبلدنا العزيزة مصر. طبعا الكل يعني بيتابع كل الاخبار الاقتصاديه حاليا بشكل متكرر ومستمر علشان حريص يعرف الدنيا رايحه لفين. انا بشكرك شكرا جزيلا. بنحاول ان احنا نبسط الموضوع للناس، لان كل ما بيبقى ما فيش فهم كامل للوضع بيبقى الاشعاعات اكثر، فبنحاول بقدر الامكان حتى على كل مواقع التواصل الاجتماعي نبسط الفكره ونوصل المفهوم للناس عشان خاطر يبقوا واقفين على الحقيقه ويبقوا عارفين هم بيحطوا رجلهم فين وفي اتخاذ القرار الاستثماري المناسب. حقيقة مشكورين جدا يا استاذه حنان على الدور اللي بتقوموا بيه، هو التوعيه وان الناس تكون فاهمه طول الوقت ايه اللي بيحصل والاجراءات اللي بتتاخد اسبابها ايه وتاثيرها هيكون ايه. بشكرك شكرا جزيلا استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال. خلينا نروح لخبر تاني، ووزارة التموين بتعلن افتتاح معارض أهلا رمضان مبدئيا في 5 محافظات، تخفيضات بتوصل ل 25 و30%. النهاردة أعلن الدكتور علي المصلحي وزير التموين إطلاق معارض أهلا رمضان، واللي كنا عرفنا أن هي هتكون من بداية السنة من شهر يناير ومستمرة لحد شهر رمضان بتخفيضات أكبر علشان الأسعار والأوضاع اللي احنا شايفينها عندنا في الأسواق المصرية. الخمس محافظات اللي تم افتتاح فيهم المعارض هم الأقصر وأسوان، المنيا، دمياط، والشرقية، وفي توجيه بأن يكون في نشر المعارض في كل مكان، كل المراكز وكل النجوع والقرى، بخلاف يعني الوحدات المتنقلة أو المنافذ المتنقلة يكون في انتشار كبير للمعارض اللي احنا شايفينها النهاردة. في أسوان تم افتتاح معرض في مدينة كومومبو، وهيكون في حوالي 5 معارض تانيين. أما في الأقصر ففي افتتاح لحوالي هيكون 6 معارض بيتم افتتاحهم خلال الأيام القليلة اللي جاية. محافظة المنيا في افتتاح لمعرض في العدوى في مدينة ملاوي، وهيكون في حوالي 9 معارض أهلا رمضان في محافظة المنيا فقط. مدينة دمياط فيها كمان افتتاح لعدد من المعارض، وقلنا لحضراتكم كمان في الشرقية. نديكوا بقى نبذة كده عن أسعار السلع اللي موجودة في معارض أهلا رمضان. أولا لما نتكلم على الرز فعندنا أكتر من نوع. الرز نسبة الكسر فيه 5% بيكون سعره 15 جنيه للكيلو، الكسر 3% سعره 18 جنيه، كيلو دقيق ب 15 جنيه، علبة التونة 15 جنيه، إزازة الزيت اللي وزنها 750 ملي سعرها واصل ل 35 جنيه. اما بقى اللحوم فعندنا اللحمة البلدي سعرها 130 جنيه للكيلو. دي بعض كده من أسعار السلع اللي موجودة في المعارض دي اللي الدولة حاليا حريصة تكون منتشرة على نطاق الجمهورية، بدأت بخمس محافظات وباقي المحافظات طبعا خلال الفترة اللي جاية هيتم افتتاح فيها المعارض علشان تكون فيها أسعار مخفضة تقدر تخفف شوية من على المواطن وتقلل من عليه ارتفاع الأسعار اللي حاصل في الأسواق. النهارده كمان كان في اجتماع الحكومه ورئيس الوزراء بيتابع كل الملفات طبعا مع الوزراء، ولكن في يعني مقدمه كده او في اهم الملفات اللي كان النهارده الدكتور مصطفى مدبولي حريص ان هو يتابعها هي فكره ترشيد الانفاق في كل المصالح والمؤسسات والوزارات المصريه. يعني الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة كان بيتكلم على نقطة ترشيد الإنفاق في الجهات اللي بتدخل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، وأن يكون في ضوابط وقواعد لترشيد الإنفاق، وده طبعا في إطار يعني خطة الدولة وسياستها بصفة عامة في الفترة الحالية أن احنا في فترة بنحتاج أن احنا نحدد فيها أولويات الإنفاق. فبالتالي كل وزارة زي ما قلنا ده من أكتر يعني من كذا شهر قالت إن أو وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء تحدد كده أوجه الإنفاق وتحدد الأولويات وعلى أساسها ترشد في
الجهات اللي ممكن ترشد فيها. وأكد رئيس الوزراء أن دي مسؤولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار مع الالتزام بتقديم تقرير دوري بيتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد واللي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. فبالتالي هيكون في تعامل بمنتهى الشدة مع أي يعني بزغ في الانفاق من قبل الوزراء، أو طبعا بالإضافة لمتابعة ملفات أخرى زي جشع التجار، وهذا الكلام برضو يعتبر من تخصصات الحكومة ومختلف الوزراء. دي كانت جولة في أهم الأخبار السياسية والاقتصادية، ولكن نروح بقى للأجواء الخاصة بعيد الميلاد والتهنئة. وقبل العيد خلاص بأيام بيكون في مختلف المسؤولين حريصين أن هم يقدموا التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني. النهاردة أكتر من برقية وأكتر من لقاء كان مع قداسة البابا علشان يتم تبادل التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعت برقية لقداسة البابا توادروس الثاني هني فيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأعرب في البرقية لقداسة البابا ولكل المواطنين الأقباط عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة. وتمنى الدكتور مدبولي أن يعيد الله هذه المناسبة على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام. دي كانت برقية الدكتور مصطفى مدبولي. كمان النهاردة قداسة البابا استقبل في المقر البابوي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكان معاه رئيس جامعة الأزهر ووفد من مشيخة الأزهر، واللي كانوا كمان بيقدموا تهنئة. وكان أيضا بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، قدموا لقداسة البابا التهنئة بمناسبة عيد الميلاد. قداسة البابا كمان النهاردة استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الديار، وكان بيقدم أيضا التهنئة. كان أيضا في مزيد من الزيارات، استقبل قداسة البابا المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام أيضا كانوا في المقر البابوي، ومعهم أعضاء محكمة النقد ووفد يعني ممثل للمحكمة ومجلس القضاء والنيابة العامة، وقاموا بتهنئة قداسة البابا توادروس. أيضا استقبل قداسة البابا توادروس الثاني وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وكانت معاه أو برفقته وفد من قيادات الوزارة علشان يقدموا لقداسة البابا التهنئة. وأخيرا استقبل قداسة البابا في المقر البابوي المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم إسكندرية للكنيسة الأسقفية، وكان أيضا بحضور وفد ممثل للكنيسة الأسقفية في مصر. دي كانت يعني أبرز التهنئات اللي تلقاها النهاردة قداسة البابا، سواء من خلال برقية أو بزيارة للمقر البابوي. وأجواء جميلة الحقيقة أن احنا نشوف مختلف المسؤولين، سواء يعني المسؤولين السياسيين أو كمان القيادات الدينية، أن هم يلتقوا مع قداسة البابا علشان يهنوه بمناسبة عيد الميلاد المجيد. في إطار متابعتنا كده الأخبار العيد النهاردة، وزير التربية والتعليم بيأكد على نقطة مهمة، وهي فكرة جداول الامتحانات في فترة الأعياد، وإن أي حد هيخالف هذا القرار هيكون في محاسبة للمخالفين، ولأي حد يعني بيتجاوز قرارات الوزارة بإن الأجازات الرسمية والأعياد الخاصة بالمسيحيين يكون في ابتعاد تام عنها والجداول ما تكونش بتشمل هذه الأيام، أي حد هيخالف هيكون في محاسبة شديدة من قبل وزارة التربية والتعليم. وأكد أن ما فيش امتحانات ولا يوم 7 ولا يوم 8 يناير،
يعني يوم العيد وتاني يوم العيد مفيش المفروض امتحانات وبداية الاختبارات من يوم 9 يناير. ده رسميا الدكتور رضا حجازي بيأكد على هذه القرارات وإن مفيش أي تهاون مع أي مخالف لقرارات الالتزام بالمواعيد الرسمية. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام فقرة الأخبار، ولكن لسه حلقتنا مكملة مع حضراتكم ومزيد من فقراتنا بعد الفاصل، استنونا.